السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة، مرحبا بالجميع. ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة وعافية انتم وليداتكم. صراحة غبرت عليكم بزاف، شحال ما عملت لكم، يعني ما عملت معكم شي حاجة، شي تحلية ولا هكا، يعني من اخر فيديو اللي كنت شاركت معكم ديال الكاطو ديال رأس السنة الميلادية. واليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة جديدة كتجي رائعة ولذيذة. نشوفوا المقادير، خليكم معايا حتى لتتمة الفيديو ان شاء الله. غادي نحضروا لهاد التحلية. نحتاجو عندي هنا بسكوت بدون غلوتين، انا اختاريت هاد الشكل، هاد المدور على حسب القالب اللي عندي. من الاحسن يكون عندكم يعني القالب يكون تفتح من الجوانب باش يسهل عليكم الامر. غادي نحتاج الموز، عندي هنا ثلاثه الموزات، وغادي نعمل الكريمه بالشوكولا كيف ما كتشوفوا عندي هنا بودره الكاكاو المر بدون غلوتين البنات. وغادي نحضر هذه الكريمه هذه بالفرينه الخاليه من الغلوتين. اللي ما عندوش الفرينه يمكن تستعملوا نشا الذره. وعندي هنا بما ان ما عنديش الحليب سائل، غدا نخدم بهذا الحليب المجفف. وغدا ندير نصف لتر ماء، يعني أربعة كؤوس، يعني القياس صغير، وسكر على حسب الذوق. غنبداو دابا اول شيء غدا ناخذ واحد يعني طنجره هكايا، وغدا ناخذ كاس الاول، ثاني الكأس الثالث والرابع. بالنسبة للحليب المجفف غادي نعمل تقريبا كل كأس فيه ملعقة كبيرة من الحليب. انتما عندكم الحليب عادي يعني عملوه سائل ما كاين حتى شي مشكل. شفتوا انا عملت هنا يا أربعة، نقدر نزيد كاع حتى خمسه ماشي مشكل، غير باش يجيني الخليط هو هذاك. السكر تيبقى على حسب الذوق. لما انا درت اربع كؤوس غادي نعمل غير ثلاثه الكؤوس. عندي هنايا الدقيق الخالي من الغلوتين، غادي نعمل هنا كيف ما كتشوفوا عندي هنا معلقه مملوءه، المعلقه الاولى، الثانيه، غادي نعمل غير ثلاثه المعالق كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه بودره الكاكاو، نتوما اللي كتحكموا في اللون اللي كتبغيو. غادي ندير غير جوج معالق كبار كيف ما كتشوفوا، وغادي نغربل هاد النواشف. وغادي نحرك بالطراب اليدوي على البارد، من بعد غدا نوضعه فوق النار مهيلة، وانا كنحرك حتى يعقد عندي الخليط. ضروري تبقاو تحركو، المهم كيف ما قلت لكم انا غنحرك على البارد هكا، ومن بعد غنعطيهم نوضعو على النار. الصراحة غير صدقوني هاد التحلية كتجي رائعة ولذيذة. ان شاء الله نعمل لكم وصفات اخرى بدون غلوتين اكيد للناس السلياكيين اللي كيصعب عليهم باش يحضروا بحال هاد المسائل.
البنات اللي ما عندهمش المول بحال ما هكا ديال السمطه، يمكن لكم تعملوا هكا بلاستيك في اي مول دائري صافي، وتتلبسوه بالبلاستيك هكذا، والبسكوت كتستفوه هكا ديروا الدوره كلها حتى تكملوا القاعده كلها ديال المول. من بعد ما استفنا هنا البسكوت غدا نفرغ كمية من الكريمة، حنا اللي كنتحكموا في القوام ديال الكريمة كيف ما كتشوفوا، غدا ننزلها ونعمل واحد المعلقة هي اللي غنسرح بها الجوانب والجهات اللي بقاو لي فارغين. انا كيف ما شفتوا ان البسكوت ما فزكتوش، لان هاد الكريمه اللي خليتها شويه يعني ما عاقداش بزاف، هي اللي غتفزك لي البسكوت. غادي ننزل دوائر اخرى يعني طبقه ثانيه بالبسكوت حتى نكملوا القاعده كلها. من بعد ما استفدت الطبقه الثانيه ديال البسكوت غادي نضيف عليها طبقه ثانيه ديال الكريمه ديال الشوكولا، وكنوزعوها على جميع الجوانب. دابا غادي نوضعها في المجمد تقبط راسها واحد شويه، ومن بعد نرجع معكم ونوريكم التزيين النهائي ديال الموز. غنحضر معكم هنا واحد الطبقه اخيره غدا تكون على شكل جيلي ديال البرتقال. عندنا هنا كاس كبير غدا نوضعه في الكاسرونه، وغدا نضيف عليه الطبقه غدا تكون فوق الموز، انا نضيف عليه السكر على حسب الذوق، وغدا نضيف عليه الدقيق الخالي من الجلوتين او النشا كيف ما عودتكم دائما. غدا نغرب لها وغدا نوضعها فوق النار، وغدا نفرغها فوق من الموز مباشرة، وغدا نقطعه يعني على حسب هاد السمك كيف ما كتشوفوا، ونحاول نزين القاعدة كلها فوق هاد الشوكولا اللي عملنا. من بعد ما نزينا بالموز هذه الكريمه اللي حضرت معكم ديال البرتقال كتجي رائعه ولذيذه. نحاولوا نوزعوها على طبقه كلها باش تغطيها لينا كيف ما كتشوفوا، وهي سخونه نحاولوا نحركوا بهذه الطريقه فقط. يعني هذه الطبقه كتحمي الموز من الاكسده. بالنسبه للتحليه هيا كيف ما كتشوفوا قطعت راسها في المجمد. دابا غادي نفتح المول باش نوريكم النتيجه النهائيه كما كتشوفوا. غادي نحاول ننزلو البلاستيك اللي في الجنب، وغدا كيف ما كتشوفوا النتيجه هو قابط معانا دابا، والنتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا حصلنا على تحليه رائعه وبدون جلوتين. نقطع لكم دابا قطعه وتشوفوا الشكل النهائي، الصراحه غير جربوها كتجي رائعه ولذيذه وما غاديش تستغناو عليها.
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة بتفعيل الجرس، وما تنسونيش من التعليق ومن اللي لايك، وان شاء الله نتلقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.